نظمت أكاديمية الشرطة حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمة الطبية بوزارة الداخلية والجهات المعنية. نعم، وقد شهدت الحملة إقبالا من الضباط والطلاب على التبرع من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي الذي تحرص وزارة الداخلية على تفعيله وغرسه في طلاب الأكاديمية. العلم، الخلق، الواجب، شعار ترفعه أكاديمية الشرطة وتطبقه ميدانيا لإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل لأداء رسالة الأمن السامية. واستكمالا للجوانب التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب الأكاديمية، تحرص الأكاديمية على تبني المبادرات الإنسانية التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، مثل حملات التبرع بالدم التي تنظمها الأكاديمية. الكلية اخترتنا ان في حملات تبرع بالدم في حب الوطن. كنت حريص جدا ان انا ابقى اول واحد هنا، ومتحمس جدا ان انا اجي واتبرع بالدم. رسالة إنسانية تحرص الأكاديمية عليها في تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم يقبل عليها الطلاب والضباط، كتلك الحملة التي جاءت بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المعنية. أكياس الدم اللي بنقدر نجمعها بتقدر تفيد مرضى المستشفيات كلهم، ومش بيبقى مرضى بس، كمان وزارة الصحة، كمان مرضى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، كمان مرضى الوحدات العلاجية اللي بيحتاجوا نقل الدم بصورة مستمرة. محدش فينا اتأخر، كلنا كنا بنتسابق ان احنا نكون اول واحد تكون بتبرع بالدم. حاسس ان انا بقدم حاجة لبلدي ولشعب مصر، وده اكيد كان الف واحد نفسه يعمله غيري، يعني مش بس بتكلم عن نفسي، ده في مليون واحد نفسه يعمل حاجة زي كده، لان ده خير. تعد حملات التبرع بالدم جزءاً رئيسياً في الاستراتيجية الإنسانية التي تطبقها وزارة الداخلية وتحرص عليها. وجدنا كامل التعاون من الأكاديمية، وجدنا كمان قابلية من الطلبة على التبرع بالدم، وده سهل لنا عملية التبرع، لذلك احنا أنجزنا الحملة في وقت قياسي، ده نتيجة رغبة الطلبة الشديدة في التبرع. يضرب طلاب أكاديمية الشرطة مثالاً يحتذى به، ليس فقط في الانضباط الحياتي الصارم في تدريباتهم العملية والعلمية، بل وأيضا في إنسانيتهم النابعة من وطنيتهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.